Un législateur nous rappelle normalement tout le monde, ça nous veut, ça nous a un problème. Moi, je crois, moi, nous, dans la tête, la liste, c'est pas pareil. عقد يوم الأمس مدرب المنتخب التونسي رود كرول ندوة صحفية بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم صحبة مساعديه وبحضور عضوين من المكتب الجامعي. وقد تم في هذه الندوة تقديم قائمة اللاعبين المشاركين في تربص المنتخب يوم 7 أكتوبر الجاري والممتد إلى 13 أكتوبر موعد اللقاء الحاسم بين نسور قرطاج والمنتخب الكاميروني لحساب الدور الحاسم والمؤهل إلى مونديال البرازيل 2014. C'est toujours clair. J'espère que je peux donner quelque chose. J'espère nous, elle comprend rapidement les choses. Comment vous jugez le Cameroun? Une équipe forte. C'est tout vu les listes. Fort, mais c'est elle, c'est l'entraîneur de Cameroun. Regarde notre liste, lui dit aussi, c'est une équipe forte. Nous, besoin toujours croire en cette chose. Sinon, moi, je n'ai pas commencé à cette émission. قائمة المدرب رود كرول ضمت 26 لاعب، 11 محترف و15 لاعب ينشطون في البطولة التونسية، فيما أجمع معظم الفنيون والصحفيون الحاضرون على واقعية وتوازن هذه القائمة التي شهدت غياب كل من أسامة الدراجي، يوسف المساكني وعلي المعلول. أنت من أكثر العباد اللي تعرف الكومبيتونس نتاع علي معلول والجاهزية نتاعو سيرتو في الوقت في معناتها توا ما نلقاوش موجود، بار كونتر نلقاو خليل شمام اللي يحكيو برشا على إصابة، كيفاش تفسر الشيء هذايا؟ خليل شمام تبعنا الامور الصحيه ما عنده حتى اصابه لاباس عليه تبعنا حتى مع طبيب المنتخب وان شاء الله يعطي الاضافه بالنسبه لعلي معلول اكيد نعرفوه كما يلزم لاعب عنده مستوى ممتاز من جميع النواحي علي معلول يمكن في الفتره التاليه مستواه يمكن في الفتره الاخيره نقص شويه لكن ان شاء الله علي معلول يرجع للمستوى بتاعه بتاع العادي ونلقاه في مناسبات اخرى في المنتخب لكن هذا حتى شيء ما يقلل من قيمه علي معلول غياب الدراجي والمساكني على قائمه المنتخب يظل تطرح اكثر من تساؤل اكيد تطرح اكثر من تساؤل لكن احنا كيف حاطين الليسته ما شفناش الالوان ما شفنا حتى شيء شفنا مصلحه المنتخب هي اختيارات على حسب الخطه التكتيكيه اللي مش ننتهجوها على حسب الجاهزيه بتاع اللاعبين هيكل تقييمك للقائمه اللي قدمها المدرب الوطني بتاع المنتخب في رأيي الشخصي قائمة محترمة متوازنة معتدلة بالنسبة لي أنا كرول لم يتأثر بالأجواء المحيطة داخل الجامعة التونسية لكرة القدم وإلا من اللوادي كانت عليه فما شوية ضغوطات لكن كرول هولندي 100% يعني عقلية احترافية والله قائمة منطقية معقولة اعتمدت فيها الإطار الفني بقيادة ضد كرول على الجاهزية الحينية الآنية نتاع اللاعبية اللي قاعدين يمضوا فترة طيبة خارج حدود الوطن كما الشرميتي قاعد يسجل عصام جمعة وهبي الخزري بن حتيرة الشيخاوي عاد إلى يعني أيام زمان ونتمنى له أنه يبعد على الإصابات أو ملاعبية في تونس قاعد تقدم في أداء طيب كذلك ما ننساوش صيام بن يوسف اللي هو برشا قالوا صيام بن يوسف منين جاء نقول أنه في المرتبة الأولى مع البطولة الرومانية مع فريق أسترا جورجيا قاعد يتألق قاعد يلعب مع أنه غياب كريم حقي وعبد النور يخليه ما يخليهوش هامش كبير من الاختيارات إلى جانب علاء الدين يحيى قاعد يلعب مع لونس يمكن أن اختيار وحيد هو وجود شمام في القائمه هذه تمنيت ان يكون علي معلول لكن نحترم راي الاطار الفني برشا ناس تفاجئوا انه علاش غايب الدراجي وعلاش غايب يوسف المساكني ملاعبيه ذوما الاثنين ما يعاونوش في الحاله الدفاعيه وملاعبيه ذوما عاده بين ظفرين انا نقول انه ديما يكونوا حاضرين في المنتخب الوطني التونسي باعتبار القيمه الفنيه نتاعهم في الانديه نتاعهم اما الترجي والا الاخويا رود كرول كان قوي على المستوى الذهني وقوي على مستوى التحضير للقائمه هذه تهدرنيش الراي يقولوا ليست منطقية واقعية قدمها اليوم كرول ممكن هذا تقريبا أول مرة يصير حتى على مستوى الندوات الصحفية اللي كانت تنعقد لمدنا بالقائمات الإسمية للمنتخب الوطني التونسي قبل المشاركة في تظاهرة ومسابقة قارية وإلا حتى إقليمية تقريبا فما إجماع من كل الإعلاميين من كل الزملاء اللي كانوا موجودين على أنه القائمة الأفضل القائمة اللي يلزمها تكون موجودة في مباراة تونس الكاميرون أكيد قائمة من خلالها نقرأ أن المدرب الوطني اقرا المنافس اللي هو عنصر هام جدا من أجل تحديد القائمة النهائية للملعبية وأيضا نفهم من خلالها فكر المدرب كيفاش ناوي يلعب في المباراة هذه دور الجمهور في المقابلة هذه جمهور مغيم من وصيوة جمهور وقت في المواعيد الكبرى يكون حاضر وقت المعامة بالحق وتونس تبدأ في الميزان يكون حاضر ما خليش بالمنتخب عبر التاريخ
هذه مقابله فاصله للمونديال، نعرف اللي المنتخب التونسي مش يكون موجود ومش يحط مسؤوليه على الاطار الفني وعلى الملاعبيه، وان شاء الله يكونوا الملاعبيه ويكون الاطار الفني يكونوا في مستوى الجمهور اللي مش يجي ان شاء الله. رغم قصر مدة التحضيرات لمقابلة البراج بين منتخبنا التونسي والمنتخب الكاميروني، إلا أن مهمة النسور تبقى ليست بالمستحيلة لترويض الأسود التي لا تروض في رادس بالذات وأمام الجماهير المدعوة لمؤازرة أبناء المدرب كرول طيلة ردهات المقابلة.